عن موليكا. الميركات الصيفي خلاص هو يعني على الأبواب في آخر شهر يوليو، شايف النادي الأهلي هل في تواصلات اتصالات مع أي حد طبعًا. في زي هل في فرصة ان احنا نقول الأسماء؟ في طبعا في 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 يعني صفقات كتير النادي الأهلي بيجهز ان هو زي بوبو، بس المشكلة ان النادي الأهلي حتى الآن مش لاقي فعلا المهاجم، لأن موليكا جاكسون موليكا في تركيا السعر النادي الأهلي مش هيجيبه، يعني انا بقولها لك قولا واحدا 4 مليون يورو ده كتير. ما عشان كده بقول هو المشكلة مغالاة في الطلبات المالية ولا في مشكلة أخرى؟ ما أنا كنت عايز أكمل على أستاذ بلال برضو، إن المشكلة مش في الفلوس بس، النادي الأهلي محتاج العين، يعني أنا هقول لك على محتاج الإيه؟ عين تشوف فعلا اللاعب حتى لو مصري مش لازم يبقى أجنبي. يعني أنا هقول لك على حاجة، طبعا كابتن أسامة عرابي صديقي وحبيبي هو أول واحد شاور على أشرف بن شرقي قبل نادي الزمالك وقبل ما يروح الوداد، ده كلام بيني وبينه يعني، وهو وقال لي ده يعني، وعرضوا على النادي الاهلي وكان مارتن يول هو المدير الفني، لكن مارتن يول رفض. فالنادي الاهلي محتاج العين اللي زي الكابتن وسام عربي مثلا، انه يدور ويجيب لاعب بالامكانيات دي. هيكون بقى بيلعب في نادي صغير في درجه تانية، في سواء في مصر او بره. طب مش لازم كده اسماء غير موليكا. انا زي ما بقول لك النادي الاهلي بيخلص صفقه محمد رضا بوبو في وسط الملعب. وده يا جماعه دي تصريحات مهمه نقلا عن الاستاذ محمد مصلوح. اتفضل. برضو في كلام كتير جدا ان يعني امام عاشور هيلعبوا على مين؟ معلش بوبو. بوبو ما هو انت عشان تجيب بوبو، عشان الاهلي يجيب بوبو لازم هيمشي حد. فاحنا مش عايزين نقول هيمشي مين دلوقتي، لكن هو ديانج اقرب الناس ان ديانج يمشي ويحترف، ودلوقتي بيتم تسويقه. بوبو في تفصيله؟ اتفضل. لا ثانيه واحده، لا تفصيله ايه؟ انا هيغمى عليا. في تفصيله؟ لا ديانج هيمشي؟ في تفصيله. معلش انهوا الحلقه يا جماعه.